أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمناقشة مستجدات كورونا في ظل انهيار المنظومة الصحية وتنصل سلطات الأمر الواقع من القيام بمهامها. أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 77 حالة بعد تسجيل 12 حالة في أعلى حصيلة يومية. وقالت اللجنة العليا للطوارئ إنها رصدت 27 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 14 حالة في حضرموت وثمان في لحج وأربع في محافظة أبيان. وفق اللجنة فإن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 310 حالات، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل الحالات المسجلة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين قد يصل الوباء باليمنيين في ظل انهيار المنظومة الصحية؟ وما أثر سيطرة سلطة الميليشيا في الشمال والجنوب على جهود مجابهة كورونا؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. ينتشر الوباء في اليمن، وفي المقابل تنهار البقية الباقية من القطاع الصحي. وفق هذه المعادلة، فإن بإمكان أي وباء أو مرض سار من الأمراض التي تنتشر في طول البلاد وعرضها أن تؤدي إلى الموت. كانت الحرب هي السبب المباشر في إخراج نسبة كبيرة من القطاع الصحي عن الخدمة في عموم اليمن، وبعدها استكملت الميليشيا المنقلبة على الشرعية في العاصمة المؤقتة القضاء على ما بقي من هامش للخدمات. وأمام هذه المشكلات المركبة، أصبح الموت رقما له ألف عداد. وفي تحديثات الأرقام الخاصة بكورونا، ارتفع عدد الوفيات إلى 77 حالة بعد تسجيل 12 حالة في أعلى حصيلة يومية. اللجنة العليا للطوارئ قالت إنها رصدت 27 إصابة جديدة بالجائحة، بينها 14 حالة في حضرموت وثمان في محافظة لحج وأربع في أبين. ووفق اللجنة، فإن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 310 حالات، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل الحالات المسجلة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، والتي تتحدث مصادر أنها بالمئات. إذن ينضم إلينا في هذا النقاش من عدن الدكتور عبد الرقيب محرز، مدير عام الخدمات الطبية والعلاجية بوزارة الصحة، وينضم إلينا أيضا من عدن الناشط الحقوقي والمحامي نزار سرور. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور عبد الرقيب. إذن هل لنا بتقدير موقف عن الوضع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم والمشاهدين الكرام وكل أبناء شعبنا الداخل والخارج. حقيقة الوضع الصحي يتزايد يوما بعد يوم، سواء في المحافظات المحررة لتحت سيطرة الشرعية أو المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية. فالشعب اليمني يعاني الأمرين في هذه الظروف الصعبة، ومع ازدياد وتيرة انتشار فيروس كورونا يوما بعد آخر، وهناك تسجيل عدد كبير من الوفيات بنسبة 20%، وهذه نسبة عالية بالنسبة لعدد الحالات المسجلة. لكن هناك حالات أيضا لم تسجل، خاصة في مناطق السيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء والمحافظات أيضا الأخرى، ولم تحسب النسبة بشكل جيد يعني. ولكن نسبة ارتفاع الوفيات لعدة أسباب، منها أولا عدم وجود الماسحات، بحيث أنه نستطيع في وزارة الصحة العامة والسكان بفحص كافة الحالات المشتبهة والحالات المخالطة للحالات المؤكدة، وهنا بيكون فارغ في النسب المئوية. لكن نحن نتيجة الحرص الشديد لعدم توفر الماسحات دائما نعمل الفحوصات للحالات التي هي تنطبق عليها التعريف القياسي لمنظمة الصحة العالمية، والذي نقص حاد في هذا الجانب، بالإضافة إلى أنه هناك نقص
شديد لدينا في أجهزة السنف الصناعي، في العنايات المركزة، لدينا مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. هذا أزاد في الله وفاقم الوضع الصحي خاصة في المحافظة في العاصمة المؤقتة عدن التي شهدت ارتفاع كبير لدرجة الحرارة تصل إلى 45%، يعني ودرجة، فهذا أثر بشكل كبير على ارتفاع عدد الوفيات والمرضى أيضا. نعم دكتور عبد الرقيب، هناك أنباء عن إغلاق مكتب الصحة في عدن، ما صحة هذه الأنباء حتى يستمر النقاش في ظل المعطيات المتوافرة؟ هناك نوع من الإشكاليات الحاصلة حقيقة في عدن. أنا مدير عام الصحة سابق معين من المحافظ ومن وزير الصحة، وأتت أيضا ظروف أخرى من الظروف الأخيرة التي أغلقت على أثرها عدد من المستشفيات ورفض عدد من الأطباء والمستشفيات الخاصة استقبال كثير من الحالات، ووزير الصحة تدخل بهذا الموضوع وقام بإصدار قرار تعيين مدير جديد للإدارة العامة لمكتب الصحة بعدن وإدارة مستشفى الصداقة اللي ثاني أكبر مستشفى في العاصمة عدن مستشفى 22 مايو. ونتيجة هذا الظروف أعتقد أن الإدارة السابقة رفضت التسليم للإدارة الجديدة، وأثر عكس أيضا إلى المانع النزيه، ونحن ندعي كل الاقوام ان هذه الظروف ليست ظروف تمسك المسؤوليه الى هذه الدرجه. نحن نريد من يخدم ويقدم لابنائنا واهلنا وابائنا في هذه المحافظات وينقذ الناس في هذه الظروف. نريد حاله الامور حقيقه، ونريد تعاون. دعني اشرك السيد نزار سرور معنا في النقاش. سيد نزار، اذا في ظل ان مدينه عدن وما يجاورها أماكن موبوءة ومع كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة هناك، وأيضا الآن نسمع عن إغلاق مكتب الصحة، وخلال الأيام الماضية كهرباء منقطعة، أين سيصل الوباء بالمواطنين هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فيما يخص موضوع إغلاق مكتب الصحة عدن، فالإجابة هي ما الفرق، يعني ما الفرق بين إغلاقه وفتحه؟ لا يوجد صحة عندنا في عدن، لا توجد أطباء كلهم اختفوا، لا يوجد عندنا مسؤولين، فقط يستلموا الأدوية ويوضعوها في مخازن الإمداد الدوائي ولا تخرج الأدوية إلى المواطن. طالبنا وزارة الصحة، طالبنا مكتب الصحة بتزويدنا بالمغذيات بالمسكنات افتحوا لنا، يعني انا معي مبادره اعمل بسيارتي انقل طاقم طبي الى داخل المنازل، افتحوا لنا مستودعات الامداد الدوائي لناخذ ما نحتاجه لننقذ الناس. لا يوجد استجابه، لا توجد استجابه من مكتب الصحه او من وزاره الصحه. فلذلك الجواب البسيط، ما الفرق بين وجود الصحه او وجود مكتب الصحه او من عدمه؟ طز فيهم، طز في كل مسؤول في مكتب الصحة عدن ووزارة الصحة، كلكم ستحاسبون بإذن الله. أما في موضوع المواطنين ومعاناتهم بالكهرباء، طبيعي أن يموت، أنا للأسف أقول هذا الشيء، طبيعي أن يموت المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة وأمراض الحميات نتيجة الحر. أنا أشتغل من بداية امس اصبت بهبوط حاد واسعفونها، فطبيعي انا شباب اقدر اتحمل، لا يوجد لي اي، يعني لا غير مصاب باي مرض مزمن، فما بالك الناس المصابين بامراض مزمنه. بالنسبه لارتفاع المصابين بالامراض حسب ما يرصدوه، طبعا الرصد اللي يقوم به وزاره الصحه التي مش متواجده اساسا يعني غير صحيح غير واقعي، لان اللي موجود على الواقع مخيف جدا. فبالنسبة للموقع الوفيات أو الحصار الوفيات، هذا يعتمد على موت الأشخاص، أو يعني للأسف نقول هذا الكلام وربنا يرحمهم، موت الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة. في الأسبوع الأول من العيد قضى أكثر الناس المصابين بالأمراض المزمنة من الرسل والكلى والكبد وما إلى ذلك، إضافة إلى أمراض الحميات والقلب كمان.
نعم بوضع امراض المياه. نعم سيد نزار، اذا دكتور بعد وفاه العدد الكبير من الاشخاص المواطنين، دعني اعود للدكتور عبد الرقيب. الوفيات لتصيب الاشخاص الافحاء. نعم دكتور عبد الرقيب، اذا درجه الحراره عاليه جدا تصل الى 40 و41 درجه مئويه. وصلت الفكرة دكتور عبد الرقيب، إذا سمعت ما قاله السيد نزار، لا يوجد هناك استجابة من قبل مكاتب الصحة، ولا صحة أصلا للمعلومات التي ترد من قبل وزارة الصحة وما يمثلها. إذا أين الخلل في الوضع، أو الخلل الذي أدى إلى هذا الوضع في عدن وباقي المحافظات؟ أخي العزيز، أنا حقيقة أن الوضع الصحي، أن قلنا أن معالي وزير الصحة اتخذ قرار بتغيير إدارة سواء في مكتب الصحة العدن أو مدراء بعض المستشفيات التي أخفقت إيران في تقديم بعض الخدمات التي يجب أن تقدمها للمواطنين. فالآن صدمت أيضا هذه القرارات مع السلطة المحلية في محافظة عدن، والوضع الحاصل انه الكل في هذه الظروف مسؤول اخلاقيا ووطنيا على انه يجب ان نكون جميعا في جبهه واحده لمواجهه هذه الوباء والاوبئه بشكل عام. اما بما يخص انه النسبه او عدد الاشخاص 77 شخص اللي يكونوا نتيجه كورونا، هذه كورونا الحالات المؤكده طبعا، اما الوفيات التي يذهب ضحيه عده مشاكل ومنها انقطاع الكهرباء اللي مصابين بالامراض المزمنه، امراض الفشل الكلوي، امراض القلب، امراض الربو، فهذا العدد من خلاف هذا العدد اللي هو 67. لكن المشكله ايضا انه المجتمع والسلطات المحليه والقائمين ايضا على الوضع الحالي يجب ان تتحمل بعض الشيء في موضوع لازم تكون هناك حاضر للفصل، يعني المديريات عن بعضها او المحافظات ايضا عن بعضها على ان تقوم فرق الترصد وفرق الاستجابه بمتابعه الحالات ومتابعه. نعم دكتور عبد الرقيب، بحيث نستطيع او نحاصر الوباء، لانه في دول كبيره بامكانياتها بقدراتها عجزت عن وضع حلول جذريه لهذه المشكله. نعم دكتور ابقى معي. والساهلون كل بلدان العالم الذي تسوقنا في الامكانيات وتسوقنا في القدرات وتسوقنا حتى بالاستقرار الوضع اللي هي لظروف طبيعيه عجزت، فكيف في اليمن وتنهش فيها الحروب والمشاكل والاوبئه وترد في خدمات وعدم تعاون الكل كل الاطراف. نعم دكتور، اذا كي نثري هذه المشكله، كي نثري النقاش أكثر ونسمع عن تجارب أكثر، ويعني لنستفيد جميعنا هنا في هذا النقاش وفي هذه التجربة، نشرك معنا الدكتور محمد البعداني من إيطاليا. أهلا بك دكتور. إذا هناك مكتب صحة مغلق، وهناك كهرباء مقطوعة عن المدينة، وهناك مدينة موبوءة بكورونا وغيرها من الأوبئة والأمراض، كيف يمكن لهذا البلد المنهار تماما كصحة وغيرها من الخدمات أن تواجه هذا الوباء؟ أولا أخي كريم، تحياتي لك وتحياتي لضيوفك والسادة المشاهدين جميعا. لا يخفى عليكم أن عدن أعلنت مدينة موبوءة قبل أسابيع منذ بداية تفشي الوباء أثناء شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى انتشار العديد من الأمراض الأخرى من الحميات الأخرى. هناك يعني الآن كما يعني سمعت منك أن هناك إقفال لمكتب الصحة، وهذه كارثة أخرى، بالإضافة إلى المعارك التي تدور على حدود المدينة أو خارج المدينة. كل هذه النقاط ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع الصحي. نتحدث عن الكهرباء، احنا يعني الاطباء اليمنيين في الخارج تصلنا عن طريق المبادرات عديد الاستفسارات. هناك حالات تتوفى داخل المستشفيات بسبب انطفاء الكهرباء، هناك حالات تتوفى في البيوت بسبب يعني ضيق التنفس، حالات يمكن علاجها في الاغلب. هذا ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات، في تفشي الوباء اكثر واكثر. لم تتخذ السلطه سواء كانت السلطه الشرعيه او المجلس الانتقالي اي خطوات حقيقيه على الارض بمنع التنقل او محاوله اغلاق الاسواق او التقليل من الازدحام. لم نسمع او نشاهد شيء من هذا القبيل، شاهدنا نماذج ربما في حضرموت او في مدن اخرى.
لكن ما حصل في عدن إهمال يعني لا أجد له مبرر. كان هناك كان يمكن قدر الإمكان تقليل حجم الكارثة، كان يمكن أن نستفيد من تجارب، لن نتحدث عن العالم الأول ما حصل في أوروبا، لكن يمكن أن نستفيد من تجارب دول مثل أريتريا التي لا يختلف وضعها كثيرا عن وضعنا، أو حتى الدول العربية في سوريا أو في ليبيا، الدول التي تشهد معارك مستمرة. صحيح. هناك خطوات كان يجب عليهم أن يمتنعوا أن يمنعوا التنقل، أن يمنعوا الازدحامات للتخفيف من حدة الكارثة، لا أن يتم إغلاق مكتب الصحة وعدم توفير الطاقة الكهربائية. إذن دكتور، في ظل هذا الأمر الواقع من إغلاق مكتب الصحة والوضع القائم في مدينة عدن وباقي المحافظات في انتشار أو في ظل انتشار هذا الوباء، كيف يمكن مواجهة هذا الفيروس في ظل هذه المعطيات؟ هو يعني نحن لن نتحدث عن مواجهة الفيروس، لكن نحن قد ربما نطلق مصطلح تخفيف حجم الكارثة، هذا الذي يمكن أن يصنعه الجميع بالوعي المجتمعي، بمبادرات الأطباء، إن كان هناك فعلا مبادرات حقيقية وعمل حقيقي من المنظمات الدولية، من الحكومة، من الحكومات المختلفة. يعني أن نحن بحاجة إلى رفع مستوى الوعي عند الناس. شاهدنا الناس ما زالوا في الأسواق، الشواطئ ممتلئة بالناس. أنا من خلال صف قناتكم أناشدهم بالبقاء في البيت، أي حد ظهرت عليه أعراض تشبه الزكام أو الحرارة، عدم نقلها لكبار السن، والبقاء في البيت قدر الإمكان. المستشفيات ممتلئة، نحن نواجه ضغط كبير جدا بعدد الحالات التي تصل إلينا للاستفسار أو للاستشارة. هناك يعني تقريبا أصبحت اليمن كلها موبوءة وليس مدينة عدن تحديدا. نتمنى أن يبادر رأس المال الوطني في عدن بمحاولة إيجاد حلول لموضوع الكهرباء، بمحاولة دعم القطاع الصحي في عدن المتهالك أصلا. نزار سرارو، أنت كنت قد قلت أن الصحة لا تستجيب لمناشداتكم ومطالباتكم بفتح المخازن أو تسليمكم بعض المستلزمات للتخفيف من حدة ما يحصل في المحافظة. إذن ما الذي يمكن لمبادراتكم وجهودكم كنشطاء في المجتمع أن تقوم به في ظل هذه أو في ظل عدم الاستجابة لمطالبكم؟ أنا أتكلم عن نفسي طبعاً. أنا أنشأت مبادرة اسمها مبادرة أجمعين لتوزيع الأكسجين وتوفير الخدمات الطبية للمنازل داخل المنازل. نحن معنا فريق طبي وفريق تمريضي نقوم بالنزول إلى المريض في بيته مهما كان مرضه، مجهزين بالحماية والوقاية والمعقمات بحيث أن يعني نمنع إصابة الطواقم ونمنع انتشار الأمراض خارج المنازل. طالبنا وزارة الصحة ومكتب الصحة بفتح المستودعات لأخذ الأدوية التي نحتاجها، لكن رفعنا بها قائمة وسلمناهم، لكن لم يتم الاستجابة. اتجهنا إلى المتبرعين، اتجهنا إلى يعني المنظمات الأخرى المحلية، وزودونا بمجموعة بسيطة من الأدوية مثل باراسيتامول البيوجن اللي هو الأريدي والمضادات الحيوية ويعني أمور بسيطة، وبالتالي استطعنا أن نواجه الأمراض المنتشرة في عدن بالمستطاع. معي باص حولته إلى سيارة إسعاف، معي سيارة أخرى استخدمتها لنقل المواد الطبية، معي فريق وأنا استخدمنا باص آخر. طالب من حابب توفير لنا عيادة متنقلة أو حتى سيارة إسعاف، وصلتنا سيارة الإسعاف بشخصين لا يحملون بدل مجهزة، وعند المحاولة في نقشة المسؤولين السيارة غادرة في مريض آخر. يعني غالب بالسيارة تكون تحت تصرفنا من التنزل للمنازل. نحن الزحام الخانق في عدن يمنعنا من الوصول للمرأة، يموتوا قبل أن يصوم. بالنسبة لمبادرتنا قدمت خدمات للمواطنين، نستلم في حدود 300 بلاغ أسبوعيا، نحاول وفق المجهود الموجود معنا طاقم واحد طبي طاقم تمريضي، تقريبا استلمنا ثلثي أو أقل من ثلثي البلاغات، معنا في كل أسبوع تقريبا في من 6 إلى 12 حالة تحصن. استطعنا أن نشر في البداية إلى أن يتم شفاء حالات الاشتباه للكورونا بتوفير طاقم بشرط عليها بنفسي، وكنت أنا أرافق للمريض بشكل، ولله الحمد الحالة مستقرة، واليوم تم الاستغناء عن الأكسجين تماما وأصبح تطيع التنفس بدون أكسجين. هذه أسوأ الخدمات اللي نقدمها. نحن في المنازل نركب البريبات، نركب الحفارات اللي كانوا لها
عندك يعني نزل الاكسجين نوصل الاكسجين ونركب نحاول في مطر قريب. هذا المفروض يتم استقطابنا من الجميع. نحن لا المفروض لا يجب علينا ان نذهب للاخرين للتبرع بالتبرع. نحن المفروض ان الالوان ياتي الينا نحن نخرج عنه. المفروض ان تبنينا ودعمنا الاباديه دكتور دوائر ودعمنا السياسه توجيه سيارات. نعم دكتور عبد الرقيب نعم سيد نزار. دكتور عبد الرقيب إذن المكتب مكتب الصحة مغلق في عدن وأحد الأسباب أن هناك إشكاليات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، هل هذا هو الحل الوحيد أم أنه أحد الحلول؟ أعيد السؤال مع المكتب مكتب الصحة في عدن أغلق وهذا أمر واقع حاليا في ظل هذا الوباء، هل هذا يعني كان من ضمن أسباب إغلاق المكتب أن هناك إشكاليات بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية؟ هل هذا الإجراء إغلاق المكتب أحد الحلول أم أنه الحل الوحيد؟ اولا ليس هناك الخلاف موجود بين السلطه الشرعيه والمجلس الانتقالي في هذا الخصوص بالذات اللي هو اغلاق مكتب الصحه عدن او اغاله مدير مكتب الصحه عدن. المشكله بين انه محافظ عدن نفسه الممثل عن السلطه الشرعيه واللي اعترض على هذا القرار، ولا علم لي ان كان المكتب مغلقا، لكن الاشكاليه اعرف انها حاصله في موضوع انه المدير الاول متمسك بموقعه بانه المحافظ هي مضطر على إبقائه. أما إغلاق المكتب فلا صراحة ليس توصل لدي معلومة أنه مغلق. وهناك أيضا ممكن ملاحظة ذكرها الأخ نزار على توزيع الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية في المخازن. نحن في وزارة الصحة العامة والسكان مسؤولين على عدة محافظات، والوباء منتشر في العاصمة عدن وبقية المحافظات وخاصة حضرموت تعز لاحق شبوه وبقيه المحافظات فيها من 20 الى 10 حالات الى مارب وكذلك المهره. نعم. فاعطت وزاره الصحه لمكتب الصحه عدن ومحافظه عدن بشكل عام بكل مديرياتها ومجمعاتها نصيب الاسد من الدعم الذي ياتي الينا، والدعم الذي ياتي هو بالطبع غير كافي لانه نحن نواجه مشكله كبيره، مشكله اليمن تختلف على اي بلد اخر، والكل يعرف انه ليست وزاره الصحه منفرده هي التي لديها ترسي او قصور في هذا الجانب، فكل المرافق او المؤسسات الخدميه تعاني، ولدينا مثلا الكهرباء تنطفي الى يوم كامل، واحيانا الساعات كانت ساعتين الى ثلاث الى اربع انطفاء يعني تمر، اليوم يعني ست ساعات الى سبع ساعات في وسط هذا الحر، وكذلك انقطاع شبكه المياه، حتى الامراض الذي يعانوا من الكورونا او الحميات الاخرى باعراض خفيفه غير شديده نقول لهم ابقوا في منازلكم، فكيف يبقوا في هذه الحاله في منازلهم؟ فيضطروا الى الخروج الى المستشفيات والى المستوصفات، واكتظت كافه مرافق الصحيه، وزاره الصحه دفعت فاتوره كبيره من كوادرها الصحيه من كثير شبابها في خط الدفاع الاول بمواجهه فيروس كورونا بالامكانيات المحدودة والمتوفرة، كلنا يعرف وضع البلد بشكل عام وما تمر به بلادنا يمكن أو تقريبا أكثر من 20 طبيب ممرض توفوا ومعنا عدد من المصابين. دعنا نستفيد من وجود الدكتور محمد الذي يشاركنا من نعم وسائل السلامة. الدكتور محمد الذي يشاركنا من إيطاليا نستفيد من وجوده ولمعايشته ما حصل في إيطاليا وبقية دول العالم. دكتور إذن هناك مكتب مغلق وأسباب عديدة لهذا الإغلاق، منها دفع الرواتب أو الأجور المستحقة، ومنها أيضا إشكاليات بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية لتعيين مدير جديد وما إلى ذلك، بين مطرقة بعد الشرعية وسندان تسلط الانتقالي داخل عدن، كيف للمواطن أن يحمي نفسه بإجراءات شخصية لتجنب هذا الوباء؟
اولا مع الاسف الشديد يعني انا الخبر صدمني جدا، خبر اغلاق المكتب وهذه الخلافات التي يعني بموجبها يرتكب جريمه يعني ضد ابناء عدن، الناس تموت يعني بالعشرات يوميا. احنا تصلنا استفسارات في مبادره انا طبيب انا معك يوميا من عدن، هناك عديد الحالات لا نستطيع ان نقدم لها اي شيء. فيما يتعلق بماذا يجب على المواطنين عمله داخل عدن، اي حد يشعر باعراض تشبه اعراض التهاب الجهاز التنفسي، فقد حاسه التذوق الشم او صداع او الحراره، يفترض عليه انه يعزل نفسه في البيت وما يخالط كبار السن ويمتنع عن الخروج لفتره من 14 الى 18 يوم. اي حد ما عندوش اي عمل يفترض ان لا يخرج من المنزل، اي حد عنده عمل يخرج من المنزل يتخذ اجراءات التباعد الاجتماعي، يرتدي كمامه، يغسل اليدين، يغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون. نحن الان نوجه توعيه للناس لانه هم الحلقه الاضعف، هم الذين يعني يدفعون حياتهم ثمن بهذا الاستهتار وهذا العبث. نعم. يعني ولا مسؤوليه من جميع الاطراف. اتمنى على الناس ان يقدروا خطوره الموقف، ان يبتعدوا عن الازدحام، عن اسواق القات، عن الصلاه في المساجد واي تجمعات. الفتره الحرجه في انتشار فيروس كورونا هي فتره ما قبل ظهور الاعراض او بدايه ظهور الاعراض، بمعنى ان اول 3 أسابيع من تفشي الوباء يكون معدل الانتشار كارثي جدا. هي اعلى فتره ممكن ان ينتشر من خلالها الفيروس. شاهدنا وفاه عديد من الزملاء الاطباء داخل مدينه عدن ومن كوادر جامعه عدن، اسال الله لهم الرحمه جميعا. ما فاقم الوضع في عدن هو تردي الخدمات الاساسيه، عدم وجود الكهرباء، اصبحت يعني هناك حالات يمكن ان تعالج، نستطيع ان نطلق عليها من الحالات المتوسطه، اصبحت تتوفى بسبب مضاعفات نقص الخدمات، او اذا اضطرت ربما يعني شخص لديه مرض اخر يضطر انه يروح للمستشفى، ممكن ياخذ عدوى من المستشفى، المستشفيات اصبحت موبوءه، مستشفيات العدل اصبحت ممتلئه تقريبا، الوضع يعني بشكل عام الوضع كارثي جدا. إذن أشكرك دكتور محمد البعداني، كنت معنا من إيطاليا، كما أشكر من عدن الدكتور عبد الرقيب محرز مدير عام الخدمات الطبية والعلاجية بوزارة الصحة، والمحامي والناشط الحقوقي نزار سرور. أشكركم جميعا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة لهذه الحلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.